اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. استاذنا الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ استاذ عبد الحكيم ابو علم. ازيك يا استاذ عبد الحكيم؟ كله تمام الحمد لله. الحقيقه برضو خلوني اقول لحضراتكم ان هناك كلام كتير جدا منتشر يعني فيما يخص قصه كهربا. انا يمكن اتكلمت عليها من شويه, و دلوقتي كمان في كلام جديد وتصريحات لبعض مسؤولي اتحاد كرة القدم. طبعا هاخد رأي أساتذتنا في هذا الأمر. هحكي لحضراتكم الموقف من بدايته مرة تانية. واضحة نقاط واضحة في نقاط كده تكون أمام حضراتكم. كهربا تم إيقافه من لجنة الانضباط بالفيفا يوم 11 يوليو 2022. نص الخطاب اللي وصل أول مرة أنه موقوف 6 شهور بحد أقصى يوم 11 يناير 2023, ولكن إذا دفع الغرامة ينتهي الإيقاف فورا. طيب موضوع واضح في دي. طيب ماذا لو لم يدفع كهربا الغرامة حتى يوم 11 يناير 2023؟ الإجابة أنه يحق له المشاركة في المباريات من يوم 12 يناير 2023 إذا لم يصدر أي إجراء جديد من الفيفا, وعلى المتضرر اللجوء للجنة الانضباط في الفيفا. طيب وكيف يتم اللجوء للجنة الانضباط في الفيفا؟ المتضرر في ذلك الوقت هيعمل ايه؟ يوم 12 هيروح يقول لهم ده ما دفعليش الفلوس. طيب لجنة الانضباط هتعمل ايه؟ لجنة الانضباط هتنظر في هذا الموضوع بعد نهاية 3 فترات قيد متتالية. نهاية الفترات دي هيبقى الصيف القادم. يعني ايه؟ بداية هذه الفترات, ال3 فترات دول اللي من بعدهم يحق للجنة الانضباط ان هي تنظر في هذا الموضوع, كان يوم او كان الصيف اللي فات. عدى الصيف اللي فات, احنا دلوقتي في فترة القيد الثانية في الشتاء, هيتبقى فترة القيد الثالثة اللي هي الصيف القادم. اذا من الممكن ان كهربا يلعب يوم 12 او يشارك يوم 12 يناير, وعلى المتضرر اللجوء ل زي ما قلت لحضراتكم للجنة الانضباط. دي قصة كهربا مرة تانية بكل وضوح من غير أي تعقيدات في هذا الأمر. هذه هي قصة محمود كهربا. إذن من المفترض أنه ما لم يصل أي شيء آخر أو أي شيء جديد في هذا الأمر, يبقى كهربا سيشارك مع النادي الأهلي إن شاء الله ابتداء من يوم 12 يناير. دي مصادر خاصة بينا, وأعتقد أن الجواب دلوقتي موجود في كل مكان. استاذ جمال, استاذ عبد الحكيم, اعتقد الموضوع واضح, موضوع كهربا دلوقتي. انت حضرتك شرحته طبعا بشكل واضح جدا. هي الفكره بس هنا انه كل الاخبار اللي احنا بنقراها طالعه على لسان مصدر مسؤول او مصدر مش عارف خلاص ايه. الجواب نزل. لا ده انا بقول يعني لو يا جماعه لو نقدر نحط ليه الجواب نحطه. اتحاد الكوره نفسه ما يطلعش بشكل برضه, نرجع تاني يعني لازم سامح حسين طلع. ايوه ما هو طلع بشكل شخصي. طلع في تصريحات, طلع بشكل شخصي. احنا النهارده بنتعامل مع هذه الامور على انها امور رسميه ما هياش وجهات نظر. صحيح. حتى لو هي لو جت على لسان الحاج عامر حسين, لكن يجب على اتحاد الكوره ان هو يرسل هذا بشكل واضح ويعلنه وكمان يفسره لو عنده تفسير, بدل ما يسيب الناس كل واحد بيجتهد او الناس كلها بتجتهد في تفسير المعنى. صحيح. يعني انا دي وجهه نظري. صحيح. انما غير كده يبقى بلبله وكلام ممكن كل واحد يجتهد ويقول رايه, وهي مساله قانونيه ما هياش وجهات نظر يعني. فدي وجهه نظري في الموضوع, يعني انه لابد من خروج شيء رسمي من الاتحاد واضح, مش على لسان حد, ده بيان من الاتحاد المصري لكرة القدم. طيب اخد رايك برضه يا استاذ عبد الحكيم في هذا الامر. بص انا هتكلم في 3 نقط في الموضوع ده يمكن ما حدش اتكلم فيهم قبل كده. اتفضل. النقطه الاولانيه, اتحاد الكره هيعمل ايه؟ اتحاد الكره بعت النهارده استفسار من الفيفا من الاتحاد الدولي لكرة القدم, بيقول لهم قولوا لنا العقوبه بتاعت كهربا هتخلص امتى بشكل واضح وصريح. طيب هل كهربا عقوبتها هتنتهي 11 يناير فعلا؟ وهل في وقائع مماثله حصلت؟ في وقعه يمكن ما حدش واخد باله منها كابتن اسلام وعلى فكره النادي الاهلي كان طرف فيها, وقعه الليفواري سليمان كولوبالي اللي مشي من النادي الاهلي وفسخ عقده من جانب واحد, والاهلي اشتكى للاتحاد الدولي وحصل على حقوق. صحيح. بس ده بي عشان ده فيه خلي بالك الغرامه بيتم تقسيطها. لا بس اللاعب لعب مع النجم بدون دفع الغرامه. اوكي. بعد انتهاء الايقاف وبعدين اتوقف راح الاهلي
ما هو ده اللي بيأكد نفس النظام اللي المفروض يتعمل. راح الأهلي مقدم شكوى تانية وقال لهم اللاعب لعب بدون ما يدفع الفلوس، فاستنى ثلاث فترات قيد، فاستنى وراح واخد حكم عليهم اللي احنا دلوقتي تسدد منهم قسطين. فدي وقعة مماثلة لوقعة كهرباء، ان اللاعب لعب والأهلي رفع قضية تاني، تمام، ودي إجراءات اتحاد دولي، يعني دي وقعة واضحة. طيب في حاجة ثالثة هتحصل قريب جدا، كهرباء هيلجأ للقضاء المدني ضد تزوير توثيق عقده في اتحاد الكورة. تمام، تزوير توثيق عقده. الكلام ده اتقال من فترة. بس هو واخد خطوات في الموضوع ومتكلم مع محامي فعلا هيمشي في السكة دي، بس بعد ما يشوف قصة الغرامة هتبقى ازاي. طيب. وهيمشي في القصة دي. فبالتالي خلينا ننتظر ايه اللي هيحصل. ولكن حتى الآن مرة تانية بقول لحضراتكم انه كهربا من المفترض ان هو دي النادي الاهلي على فكره ليس طرفا، ده الاهلي بره الموضوع خالص. طبعا الاهلي بره الموضوع تماما، بره الموضوع. احنا بنتكلم كل واحد فينا من مصادره، وكل واحد فينا من اصدقائه يعني اللي بيقدروا يشرحوا. لا، وصفتنا كصحفيين، لكن النادي الاهلي ليس له علاقه. الحاجه الوحيده اللي تربط الاهلي بالموضوع ان اللاعب مقيد في النادي الاهلي، غير كده القضيه دي كلها برمتها الاهلي مش طرف فيها. النادي الاهلي بيحترم القضيه ككل، ويعني مش هيقدر يمشي. بس كويس حضرتك كابتن اسلام، معلش اتكلمك، انك ذكرت الجمله دي، لان في تسويف بيحصل في الموضوع. يقول لك اصل النادي الاهلي قال كده. لا، النادي الاهلي بره الاهلي حتى لما اتعاقد مع اللاعب اتعاقد معاه وقال له، يعني هو فسخ عقده، قال له لا، هات لي ورقه تثبت ان النادي افس البرتغال فسخ عقده قبل ما اتعاقد معاك، يعني صح. عشان تاكد ان الاهلي اللاعب فسخ، عن الاهلي بره الموضوع تماما. ودي حته يمكن حضرتك كويس جدا اتكلمت فيها عشان تبقى واضحه للناس، ان ما يحصلش تسويف ونحط اسم النادي الاهلي في جمله مفيده. مش طرف يعني. لا لا، النادي الاهلي ليس طرفا. احنا بنتكلم بما اننا يعني اعلاميين وصحفيين، والناس تقدر عندها مصادرها اللي تقدر تشوفها، وكمان الجواب موجود دلوقتي في كل اللي على السوشيال ميديا ومن الصبح تقريبا، يعني موجود في كل المواقع الالكترونيه، منشور. ومنشور وبتاع. طيب، فنتمنى ان الموضوع ده ينتهي الحقيقه، لانه كهربا من اللاعبين اللي ممكن يستفيد منهم النادي الاهلي ان شاء الله، او نتمنى ان هو يستفيد منهم النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. عندنا مباراه صعبه، مباراه مهمه امام سيراميكا كليوباترا في ظل تذبذب اداء النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره، خلينا نقول تذبذب يعني. رايك في مباراه بكره؟ طبعا هي مباراه زي ما بقول كل مره، ان جميع مباريات النادي الاهلي هي مباريات كؤوس. نعم، لان النادي الاهلي مش بيلعب المباريات وعنده اوبشنز او رفاهيه اختيارات، يعني ان هو يكسب او يتعادل او يتغلب. النادي الاهلي بيلعب للفوز، وبالتالي اي مباراه بيلعبها النادي الاهلي بيبقى حاطط عينه على الثلاث نقط. صحيح، لان دول هيأثروا، اي فقدان لنقط بيأثر على مشواره في المنافسه على البطوله او استعاده اللقب مره اخرى. فهي مباراه طبعا مهمه جدا أمام فريق بجهازه الفني الجديد، كابتن أحمد سامي. أحمد سامي موجود من أول الموسم. نعم، موجود من أول الموسم. لا، أنا أقصد يعني مش هو اللي كان موجود. لا لا، ما كانش موجود السنة اللي عدت، يعني هو بدأ من بداية الموسم. وبرضه الفريق يعني متعسر شوية في الماتشات بتاعته، النتائج بتاعته مش على المستوى المطلوب، وبيجي أكيد هيجي قدام النادي الأهلي وهيحاول برضه، بيلعب بنفس الأسلوب اللي هو التكتل الدفاعي وخطف فرصة، فده بيصعب المسؤولية المأمورية على فريق النادي الأهلي. نيجي بقى نقول بقى المستوى المتذبذب، فعلا لازم نعترف انه فرقة النادي الأهلي محتاجة الى استفاقة. صحيح، يعني احنا كنا بنقول قبل كده يعني استعادة المستويات. لا، هو انا بشوف ان استعادة الروح الفانيلة الحمراء فقط. بالظبط، يعني انا بقول ان هي استفاقة وعودة روح الفانيلا الحمراء، لأنه لما أجي أقيم تجربة كولر برضو، لأنه بيتعرض دلوقتي لحملة على السوشيال ميديا بطريقة غريبة جدا وكأنه لم يحقق شيء. لا، نقدر نقول أن مجمل مشوار هذا المدرب مع النادي الأهلي حتى الآن مرضي، يعني هو تعادل مرتين مش كده، غير كده هو متصدر الدوري. فالمسألة يعني قد تكون مخيفة طبعا ومقلقة لجماهير النادي الأهلي، وده أمر طبيعي على فكرة، لكن إحنا كمان بنطالب جمهور النادي الأهلي إنه يساند بقوة الفريق. طبعا مع احترامنا لوجهات نظر الجميع، كل من يقول أن هناك عيوب وسلبيات محدش يقدر ينكر هذا الكلام. صحيح. لكن
ان شاء الله في طريقه للاصلاح، وان شاء الله يكون فتره الانتقالات الشتويه باذن الله الميركاتو يبقى فيه تدعيم لصفوف الفريق، لانه القصه مش بس الدوري، انت عندك كمان داخل على كاس العالم للانديه دلوقتي، بقى حاجه جديده قدامك، لابد ان انت تعمل كل جهدك عشان تسد الثغرات اذا كان هناك، او تلبي احتياجات المدير الفني. كابتن الخطيب اعتقد اجتمع مع الجهاز الفني ومع المدير الفني تحديدا عشان يتعرف منه على احتياجاته للمرحلة القادمة ان شاء الله. يعني وانا بطمن حضراتكم على الهواء مباشرة اهو انه يعني انتظروا اخبار جيدة خلال الفترة، مش جيدة بس دون تفاصيل يعني، لا ما انا يعني مش هقدر اتكلم بالتفاصيل. أيوة طالما لم يتم الاعلان عنها من قبل النادي الاهلي انتظروا اخبار. بس احنا لازم نؤكد على ان احنا بنشارك الجماهير طبعا قلقها طبعا، لانه بعض الناس بيحاولوا دلوقتي يقولوا ايه يعني انتوا مش حاسين بينا، لا احنا حاسين كويس طبعا قوي. بنشارك، ولكن يمكن احنا شايفين الموضوع في النهايه احنا جماهير وبنتفرج برضو، لا وشايفين الموضوع من زاويه اخرى يعني احنا بنبقى شايفين برضو، بس احنا بنحاول نتماسك اكتر ونقدم الصوره بشكل صحيح افضل، مش هنقعد نتكلم اي كلام يعني. صحيح، اعرف رايك برضو يا استاذ عبد الحكيم. بص يا كابتن، ماتش سيراميكا تعال نقسمه لنقطتين، لغه الارقام. لغه الارقام بتقول لك ان سيراميكا والاهلي، سيراميكا لعب 9 مباريات، الفريقين لعبوا 9 مباريات، الاهلي فاز في 7، سيراميكا فاز في 3، التعادل كل فريق كسب تعادل ماتشين، الاهلي لم يخسر الحمد لله، سيراميكا خسر 4 مباريات، الاهلي مسجل 16 هدف، سيراميكا مسجل 12 هدف، ويمكن ده الموسم ده يعني. الموسم ده الاهلي دخل في مرمى 4 اهداف، سيراميكا دخل في مرمى 12 هدف برضو. الميزه اللي عند سيراميكا يا كابتن ان هم الاهداف دي مسجلها 9 لاعبين، بمعنى ان في 9 لاعبين في الفريق عندهم بيعرفوا يسجلوا اهداف. في ميزه تانية في سيراميكا كليوباترا انه بيعرف يلعب قدام النادي الاهلي كويس جدا، وبيعرف يلعب قدام الفرق الكبيره كويس جدا، ان مدربه احمد سامي بيجيد الحته دي وحافظ فرقه الاهلي كويس جدا، لانه واحد من ابناء النادي الاهلي السابقين، فبيعرف يلعب كويس جدا قدام النادي الاهلي. صعوبه المباراه مش ان كابتن احمد سامي بيعرف لعيبه النادي الاهلي، لا صعوبته كمان في ان النادي الاهلي حته عامل الثقه بين اللعيبه والجماهير. يعني خلينا نتكلم ان في حته ثقه حصلت نتيجه الماتش اللي عدى، الجماهير بتطالب من اللعيبه انها ترجع زي ما حضرتك قلت للروح بتاعه النادي الاهلي، ودي الحته انا ما اعتقدش ان الاهلي ينقصه جزء فني، هي حته الروح الفانيلا الحمراء محتاج ان انت تلعب بيها شويه. ممكن يبقى عندك ظروف، ممكن يعني مثلا زي كابتن عمرو السوليه كنا بنقول ربنا يشفي له بنتك، بس في نفس الوقت لاعب الكوره زي ما بيقولوا زي الفنان، مطلوب منك لما تطلع على المسرح خلاص تنسى كل اوجاعك. صح طبعا، وتشتغل للناس اللي قدامك. معاك مليون في الميه في هذا الامر. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن مواجهه كولر واحمد سامي ونرجع نكمل. دايما خلال الفتره اللي فاتت يا استاذ جمال بنتكلم عن تطوير التحكيم. نعم. الأزمات اللي حضراتكم شايفينها خلال اليومين ثلاثة أو الأسبوع اللي فات أو العشر أيام اللي فاتوا، هل هذا المناخ يساعد على تطوير التحكيم هو في ظل مناخ سيء جدا الحقيقة؟ شوف، هو موجود بوادر من أول ما جه كلاتنبرج أفضل من الأوضاع السابقة. أوكي. بلا شك. على الأقل يمكن كنت أنا بتكلم أنا وعبد الحكيم برضو قبل الهوى، على الأقل أنت ضامن أن هذا الرئيس اللجنة ده الأجنبي ده الإنجليزي مش هيسمع لكل الناس، مش هيتزن عليه بمعنى اخر، مش هيبقى عنده احتواء، مش هيبقى عنده بروتوكول الفار، لا ومش هيخاف قوي زيه. استاذ جمال قال كلمه واحنا بره كنا بنتكلم في القصه دي، قال لك زي الحكم الاجنبي اللي بيجي زي الحكم ماتش، ممكن عنده اخطاء بس مش اخطاء موجهه. انت بتبقى راضي كمان ان بالخطأ. مقتنع انت مقتنع ان هو غير مقصوده، وده في حد ذاته مهم جدا. افضل من ان انت تبقى حاسس انه موجه، دي نقطة خطيرة جدا طبعا، انك تبقى حاسس ان الحكم او رئيس اللجنة راجل موجه وشغال ضدك. ماشي صح، حتى لو في اخطاء ممكن تتصلح، قد تأخذ بعض الوقت، لكن برضو احنا كل ما نتمناه ان الحكام نفسهم يغيروا على مهنتهم. يعني الحكم نفسه لازم يبقى عنده دوافع كده داخلية ان انا قاضي. يعني انت راجل قاضي بتخاف من ايه وبتجامل مين وبتعمل ايه؟ لما يبقى انت عندك حتى احساس ان انت مش هتبقى كويس اعمل زي القضاء، استشعر الحرج يا اخي، لو انت حاسس ان انت مش هتقدر قول لهم لا انا مش قادر،
اعتذر للجنة، لكن ما تاخدش مباراة وبوظها لانك بتظلم فرق يعني، واخد بالك؟ حتى ما تحسب لناش ضربة جزاء في اخر، فاكر ضربة الجزاء؟ هي ضربة الجزاء بس. لا ده هو مؤخرا الكابتن هاني سليمان حارس مرمى نادي سموحة مسك الكرة 13 ثانية ولم يتم احتساب شيء. ايوه طب ما دي اخطاء أساسية يعني، ما ينفعش انها تعدي، صح ولا غلط؟ في اخطاء مخالفات 13 ثانية، هم المفروض 6 مش ايوه 13. مخالفات واضحة اللي هي ما فيهاش وجهات نظر يعني، فيها قرار على طول. فطبعا الحاجات دي كلها مهمة، بس انا بشوف برضو انه الوضع الحالي افضل بكتير من انه الراجل ده يطفشوه فيجي حد بداله يرجع يرجع زمن الاحتواء تاني، يرجع هو ده اللي احنا بنقوله. يعني انا شايف ان وجهه نظري يمكن يكون في شويه الدنيا مش واضحه، لكن ممكن يكون الراجل بيرتب البيت. ليه ما نقولش مثلا كابتن احمد ابو العيل الراجل مش راضي عن ادائه فقال له السلام عليكم، يعني ممكن ناخدها في الحته دي. في اخطاء، في اخطاء طبعا، اللي عارف في الكواليس يعرف ان لا مش ده اللي حصل. اوكي بس في اخطاء، تمام في اخطاء. ماتش الاخير ده، ماتش الاخير ده يعني انت بتبص الفريق بيقع الكره تطلع اوت تروح واقع، طب الحكم يروح حاسب لك 4 دقايق. ده انت لو حسبت الوقت ده الكره كانت واضحه، لو حسبت الدقايق اللي بيقع فيها اللعيبه ممكن توصل ل 12-13 دقيقه. سيبك حتى ان هاني سليمان خالص الوقت الفعلي، ما حسبش الوقت الفعلي كم صحيح كم، بس دي اخطاء يعني حكم نفسه بتاع المباراه. احنا نتمنى ان التجربه تنجح بغض النظر عن التفاصيل التانية، بغض النظر عن استقاله او حد يمشي او حد يروح، نتمنى ان يكون في دعم للتجربه انها تنجح، لان احنا بصراحه زهقنا من زمن الاحتواء، زهقنا من اللي حصل السنتين اللي عدوا. طيب خلينا نروح لازمه برضو منتخب الشباب. منتخب الشباب ازمات كثيره جدا تحيط بهذا المنتخب، ومن المفترض ان هذا المنتخب هو النواه القادمه لمنتخب مصر الاول. طبعا ما فيش شك انه الاهتمام بالمنتخبات ده مش مهمه اي حد تاني غير اتحاد الكوره. صحيح، يعني المفروض اتحاد الكوره هو المسؤول الاول والاخير. اذا قلنا ان اتاخد منهم الدوري بقى تبع الرابطه خلاص، يبقى ما عندكش انت غير المنتخب، وكل المنتخبات احنا شفناها بتعاني. فما اعرفش ايه دور الاتحاد في الاهتمام بالمنتخبات. ودايما يا كابتن اسلام بنقول بنفتكر ان عشان يبقى عندك منتخب اول قوي وكويس لازم يبقى عندك منتخبات المراحل السنيه ماشيه بفلسفه ودماغ معينه، حد بيفكر الدنيا هتوصل لايه، لان هم دول الوقود بتاع المنتخب الاول فيما بعد. مظبوط، غير كده يبقى انت مش بتشتغل على اساس علمي، انت بتشتغل كده بالبركه مشيت معاك اهلا وسهلا. وهنفتكر برضو انه ايام حسن شحاته الله يمسيه بالخير كان تفوقه هو وشوقي غريب في المنتخبات الناشئين الشباب يعني، ووصولهم لكاس العالم وفوزهم ببطوله افريقيا، كان هو البدايه ان هم يتجمعوا مع بعض مع المنتخب الاول ويحققوا لنا 2006 لغايه 2010. هل هناك اهتمام حقيقي بمنتخب الشباب يا حكيم؟ يعني هل هو ظالم ام مظلوم؟ الحقيقه الجهاز الفني برضو الحقيقه من وجهه نظري بيخطئ اخطاء واضحه، يعني كان في دوره عايزين يلعبوها وبعد رجع قال لك لا، لما لقى الفرق المنتخبات قويه قال لك لا، طب عايزين نلعب زامبيا فزامبيا قالت لهم لا خلاص شكرا انتوا قلتوا لنا قبل كده، وبعدين خلاص فراحوا لعبوا غانا للمحليين اتغلبوا 2-0 النهارده، والمدير الفني طلع يقول ان الاداء جيد. انا كنت موجود في الماتش بتاع، خد بال حضرتك يا كابتن، منتخب غانا للمحليين ده المنتخب الثاني بعد المنتخب الاول في غانا. أوكي. وجاي منهم الثلاثه لعيبه اللي كانوا موجودين بيشاركوا في القائمه الاساسيه لكاس العالم اللي بتتلعب في قطر. فهي انا وجهه نظري هي تجربه كويسه جدا. حلو. وان انت تغامر وتلاعب منتخب بخلاف الاعمار السنيه بتاعتك، لان ده منتخب ده هو اجبر على كده على فكره عشان ما كانش فيه ماتشات اخرى. مفيش لا وفي دوره هيلعبوها قبل البطوله من مع فرقتين تانيين مش في مجموعتك. يعني البطوله اتلعبت الدوره دي؟ لا هتتلعب قبل البطوله. هتتلعب في المعسكر اللي هيبدا من يوم 20 يناير. تمام هيتلعب. لا دي الدوره دي كان المفروض من اسبوعين واتلغت، ما تفهمش ليه المنتخبات ما جاتش.
المنتخبات ما جاتش. المنتخبات ما جاتش. المنتخبات يبقى لعل المنع خير. قال لك نأجل نيجي في مره يعني، انت زي طبيعي انت عندك مسابقات نيجي في الفتره دي. تمام. يعني يا عبد الحكيم المنتخبات ما جاتش مش فاهم. يعني انا متفق معاك ان انت تيجي وما تجيش، ايه الكلام ده يا عبد الحكيم؟ الكلام ده بجد؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله. لا مش متفق. ما يصحش يا جماعه، ما يصحش الكلام اللي انت بتقوله. لا بص، المشاكل مش في الحته دي على فكره خالص. ليه؟ المشاكل مش في الحته دي. المشاكل اللي انت عندك مثلا زي المشاكل مش في الحته دي. يعني ايه المشاكل مش في الحته دي؟ يعني انا دلوقتي عامل دوره، بعمل دوره وعامل دوره. ما كانش في دوره يا كابتن. ازاي ما كانش في دوره؟ ده احنا تم الاعلان عنها يا سيدي، واحنا اتكلمنا عنها من اسبوعين ثلاثه يا كابتن. الدوره هتتلعب قبل البطوله. المشاكل في استدعاء. لا دي دوره تانية. المشاكل في استدعاء المحترفين. انت عندك المفروض يبقى عندك مجموعه محترفين موجودين. ايه يا عم، اذا كان المحترفين بييجوا ما بيلعبهمش. اقول لك مش عايز اتكلم على اسماء معينه. هي المشكله في المحترفين. نعم. انا وجهه نظر المشكله في المحترفين. اوكي. يعني انت عندك مجموعه قاعده محترفين بره، اللي يمكن قرر طلعه وزير الرياضه ده، المفروض نهتم بنعمل قاعده. يعني انا شايف ان احنا المفروض بدل ما احنا جايبين اربع محترفين بس او ثلاثه، لازم يبقى عندنا على الاقل سته او سبعه او ثمانيه من العناصر اللي موجوده بره نشوفها ده. كويس جدا. كان الكابتن محمود بيقول لك ان هم بيلعبوا في اكاديميات. ليه؟ في لعيبه بتلعب في يعني تياجو ده، تياجو ده بيلعب في هانوفر مثلا. طبعا. هل ده مثلا في اكاديميه؟ انا الكلام ده يعني ما اقول لك في كلام انا ما ينفعش اقوله عشان ما يبانش. وانا في كلام برضو ما ينفعش اقوله. لا في يعني مثلا في لاعب انا ما ينفعش اقوله عشان ما يبانش ان هو مجامله. يعني مثلا اقول بدر الشاطر مثلا بيلعب في اسبانيا. لا مظهر عبد الرحمن، ابن مظهر عبد الرحمن مثلا. تمام. بلال هداف دوري ابطال اوروبا للشباب. سيبك. لا في لعيبه، في لعيبه في المراحل السنيه دي بعد اذنكم، يعني في المراحل السنيه الصغيره ما بيبقاش الاعتماد الاساسي برضو على الافرض في محترف كويس ما قدرش يجي. هل انا ما يبقاش عندي فريق؟ لا بالعكس، ده هو كابتن محمود قالك ان عندي، انا عندي طيب الناس اللي موجوده افضل ما يلعب بيهم. طب مش ظبط هو ده يعني؟ انت أنا لو بصراحه اصل انا شفت منتخب الشباب المستوى نفسه ما طمنيش. خلينا انا يعني النهارده تحديدا في المباراه اللي بيتكلم فيها كابتن محمود الاستاذ عبد الحكيم، الغنى المحليين، الغنى للمحليين النهارده تحديدا وهم قاعدين، اعضاء المجلس كانوا اربعه قاعدين، الاربعه اللي قاعدين يعني بينهم بقى مبصين لبعض كده ويعني واتكلموا كلام يعني مش مقتنعين، مش مقتنعين بالشكل بالزبط. العام للمنتخب. طيب انا بقول لحضرتك هم قاعدين يعني مثلا مش مثلا استنوا، لا ده وهم قاعدين بصوا واتكلموا. ده يا كابتن داخل كمان في اطار حاجه تانية برضو مشكله اخطر، ان انت ما يبقاش عندك لعيبه في المراحل السنيه دي. لا عندك، شايف انا عندك لعيبه ما بتلاقيهمش، حتى ما بتلاقيهمش بعد كده في مع هي دي نقطه برضو ممكن تتكلم الأول. يعني في لعيبه زي رأفت خليل انت ازاي ما تاخدوش مثلا؟ طيب انت لو هتتكلم بقى، هي هنا بقى الحته دي اللي احنا نتكلم فيها. مصطفى مخلوف لحد المعسكر ده ما كانش موجود. صحيح. ومصطفى مخلوف ده حمزه علاء. لا حمزه علاء مش مولود مش منتخب ده المنتخب الاولمبي. حمزه علاء مولود 2001. مصطفى مخلوف ده مصطفى مخلوف حارس المرمى. ما كانش موجود. ده اللي قصدي عليه، ما كانش موجود لحد المعسكر. جابوه يعني خدوا بالهم. لا لعب الماتش ودي، صد ركلتين جزاء في مباراه وديه مش فاكر مباراه. احنا كنا جايبين ماتش هنا في قناه الاهلي لفرقه الاهلي، كان بيلعب انضموه خدوه فريق 2001 اهلي وزمالك. صحيح. فلعب، فكان بالصدفه بيتفرج على الماتش فعجبهم، فمصطفى مخلوف طب نجيبه. فجه طب يعني ايه برضه يا استاذ عبد الحكيم؟ هو اللي هيلعب. لا يعني ايه مش واخدين بالهم؟ مصطفى عبد الله. لا مش واخدين بالهم منه. يعني هو شايفين المستوى ما بيلعبش وهو متصعب. معلش عشان احنا عايزين بس نشيل الحرج من الاستاذ عبد الحكيم عشان لا والله ما يعني خالص والله بالعكس. انا مش يعني بساله والله، لكن هو لا طبعا احرجه. مفيش حاجه اسمها، لا مفيش حاجه اسمها ايه، مفيش حاجه اسمها ان انا ابقى متفق مع فرق وما تجيش. طبعا ده طبعاً. اولا مفيش فرق، مفيش حاجه. ده اللي اتقال لي ده من جوه الاتحاد على فكره. اللي انا بقوله لك ده انت عارف انا يعني اتقال لي ازاي ومين اللي قاله لي. ان المدير الفني قال لهم لا انا مش عايز العب الفرق دي. فيعني يا جماعه ما ينفعش، ما يصحش. وبعدين تيجي تقول ان الفرق ما جاتش. طب الفرق ما جاتش ليه؟ هو في حاجه اسمها يبقى في مراسلات بيني وبين الفريق وبيني وبين الاتحاد واحترام كذا وكذا وما يجوش يا كابتن؟ هم اجلوا المعسكر بتاعهم. مين اللي اجلوه؟ هم المنتخبات دي جت تيجي قبل البطوله على طول، ده كل الموضوع. فالدوره اجلت، كان في ماتشين وديين حلو دول اللي حصل فيهم المشكله اللي الناس ممكن نتكلم فيهم. لكن ما كانش في دوره، كان في ماتشين وديين مع منتخب على ما اعتقد زامبيا في المعسكر اللي اتلغى اللي عدى. زامبيا ماتشين كانوا مع زامبيا. دول كانوا ماتشين مع منتخب زامبيا والمعسكر ده اتلغى. اوكي. انا ما اعرفش كواليس هل الموضوع ده مثلا المنتخب اعتذر، ما اعرفش. لكن الدوره دي معد ليها في الاساس قبل انطلاق البطوله في المعسكر الاخير من يوم 20. دي معلوماتي. لو في معلومات ثانيه انا ما اعرفهاش، انا بقول لك معلوماتي في الحته دي. اوكي. لا هو كان لكن انا على فكره ما عنديش احراج خالص في اي حاجه. لكن انا بقول لك هو كان في ما انا كنت لسه هسالك هو ليه تحرج ليه يا عبد الحكيم؟ مش عارف عشان صحفي يعني. لا الراجل يعني بريء، ما فيش حاجه بريء. حتى تثبت ادانته. بريء حتى تثبت ادانته.
لا انا بس في النهايه هي انا اللي يهمني ان احنا نظهر بشكل ومستوى جيد، لانه ما ينفعش ان البطوله بتقام على ارضك وما تاخدهاش طبعا. يعني لا لو وصلت المباراه النهائيه، عارف انا عارف هيطلعوا يقولوا ايه انجاز وبتاع ومش عارف ايه، لا ما ينفعش. لو وصلت المباراه النهائيه واتغلبت هيبقى عندي مشكله. ايوه طبعا. ان المباراه دي ما بتتلعب، البطوله دي لما بتتلعب على ارضك بيبقى المفترض ان انت تبقى الاقرب ان انت تاخدها. بس هو التارجت بتاع البطوله دي كابتن قبل مكسب البطوله تروح كاس العالم طبعا. ودول على ما اعتقد يعني هي الدنيا صعبه على فكره برضو، الناس ما بتفتكرش الدنيا سهله. ده هو لو طلع ثالث بياخدوا افضل اول وثاني وافضل توالد بالمقارنه بالمنتخبات اللي موجوده يا كابتن. الدنيا صعبه يعني الدنيا، عشان بس الناس ما تفهمش. لا للدرجه دي؟ الدنيا صعبه، الدنيا صعبه يا كابتن. بس بص لو ما اعترفتش الكره الافريقيه تطورت جدا يا كابتن. وده مش معناه ان احنا المفروض ما ننافسش، لا ده انت المفروض تنافس على البطوله. انا هقوله يعني انت المفروض تنافس على البطوله. بس انت التارجت بتاعك رقم واحد ان انت تكون في السيمي فاينال عشان تروح كاس عالم، تمام، ثم تاخد خطوه تانية انك تنافس على البطوله. طبعا زي بطوله الامم الافريقيه المنتخبات المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي يعني برضو وصل للمباراه النهائيه، ولكن خد هذه البطوله بايه؟ بسبب الجماهير. مظبوط. هي كانت من سنتين. ايوه يعني توصل لابعد نقطه وتكسب. لا التارجت بتاعك تكسب البطوله طبعا، ده مليون في الميه البطوله على ارضك، يبقى ده هدفك. يعني هدفك انك تكسب. ما زي ما روي فيتوريا برضو مره قال لك ايه؟ قال لك يا جماعه انا مش جاي اخد بطوله امم افريقيا لو وصل كاس عالم. لا امال جاي تعمل ايه يا عم؟ فكر لما عمل واتكلمنا فيها وطلع بعد كده قال لك لا وصلح التصريحات بتاعته. مظبوط. سجلوا له فيديو كده وطلع وقال لك لا انا ما اقصدش. انا طب امال انت جاي، انت جاي النهارده مثلا بتوعد بتستلم المنتخب. انت لو استلمت او انا او كابتن اسلام اول حاجه هيقولها ايه؟ مش ان هو هينافس. هو الصعود لكاس العالم 2026 ما بقاش على فكره معجزه. ما هو عشان تسع فرق ده 48 منتخب. 9 ونص. تسع منتخب يعني 48 منتخب اللي شارك في البطوله بدل 32، فما بقاش جزئيه ان التارجت بتاعك انك تروح كاس عالم خلاص. يعني انا اقدر اوعد برضو، يعني انا لو عايز انا والله اوعدك ان انا اوصل كاس عالم 26. يعني مش صعبه قوي يعني المفروض، يعني المفروض انها مش صعبه قوي. عموما خلينا نشوف ونتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخب الشباب خلال الفتره القادمه، لانه زي ما قلت لحضراتكم يهمنا ان يظهر هذا المنتخب بشكل جيد ويليق باسم منتخبنا او باسم منتخب مصر. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن جمال. شكرا جزيلا استاذ حكيم. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره مباراه النادي الاهلي ونادي سيراميك كليوباترا الساعه 7 قبل المباراه دايما بساعتين بنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره في الاستوديو التحليلي وكابتن ايمن شوقي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله اشوف حضراتكم بكره على خير.